الو، ايوه يا ابني، انا الحاج سيد. شيك شيك ايه؟ اوعى، ده ولد نصاب وحرامي. الشيك ده ما يتصرفش، ما ياخدش مليم واحد من حسابي، مفهوم؟ يا وحيد يا وحيد، عامل ايه؟ كويس. انت رايحة فين بالاكل ده؟ يعني هروح بيه فين يعني؟ جايبهولك عشان تفطر. يلا عشان تفطر. انت جايبه الاكل ده عشان نفطر سوا؟ لا، عشان اديه لامي. هتقعد تسال كتير، هاكل واسيبك لوحدك. اصل انا مستغرب يعني. ما تستغربش يا وحيد، اصل انا يعني بصراحه قعدت مع نفسي لقيتك انت اكتر انسان واقف جنبي بالخير. ازاي يعني؟ يعني انت كنت صاحب ليا لما كنت لوحدي وما عنديش حد، ولما سبت الفيلا اللي جنبيك وكلمتلي دوسة عشان تشغلني، ده غير كمان لما شفت شجاعتك لما ضربت الواد اللي كان بيضايق سمر. بس انت خذلتيني يا جنة، كنت فاكرة ان حب ليكي ده ضعف، غير ان انت عينيكي كانت على ايهاب. خلاص والنبي يا وحيد، انا كنت غبيه واستاهل ضرب الجزمه كمان. سامحني بقى والنبي يا وحيد. سامح. سامحتك يا جنة. خير يا حاج؟ خير؟ خير ده ايه؟ هيجي منين الخير؟ وانا عمري هشوف خير طول ما ورايا الاستاذ ابن سعاد ده؟ كمال، عمل ايه تاني؟ عمل ايه؟ الاستاذ راح البنك وقدم لهم الشيك اللي حضرتك بجلاله قدرك قطعته بايدك، وطلب يصرفه من حسابي. طب وهم كلموكم البنك؟ ايوه يا استاذ، وقالوا لي الامضه امضتي والشيك سليم. الله، ايه اللي انت بتقوله ده حاج؟ اللي انت سمعته يا سبع البرومبا. انا سمعته ايه؟ الله، يعني كمال ادانا شيك بايظ؟ اداك انت. انا محدش يقدر يديني حاجة، انا راجل محدش يلعب بيها الكورة ابدا. على كل حال انا فلوسي رجعت لي، والشيك انت هتجيبهولي. شيك ايه؟ ده انا لو شفته هقتله يا حاج. الله، اللي يعمل حركة زي دي يبقى ما ينفعش معاك كلام. طب بقولك يا حاج، طب ما نبعت له ايهاب اهو يقعد برضه معاه يشوف دماغه فيها ايه. ايهاب مسخن من سيدي الا ستي. الافندي الاخر جايلي عايز ياخد مني نص مليون جنيه، فاكرينها تكيه ولا نهيبه؟ لا، هم عايزين يورثوني وانا عايش؟ ده لا يمكن يحصل وانا موجود ابدا ابدا. طب بقول لك يا حاج، لا خليك تضرب عصفورين بحجر واحد. انا كنت مأمن نفسي بالشيك. برافو عليك يا كمال، بس بصراحه انا خايف احسن تتأذي مني. خوفي من سيد الدقاق انا خرجته من حساباتي من زمان، وحقي هاخده منه يا بمزاجه يا بالقانون. لا لا لا، قانون ايه؟ اوعى تفكر تمشي في سكه القانون دي. لو فكرت كده يا كمال ربنا يديني ويديك طول العمر. احنا ممكن نحلها ودي واضحي بنص المبلغ. يعني ايه؟ عايز تتنزل له كده عن مليون جنيه حتى واحده ليه؟ بس بشرط. ماشي، لو انت متاكد ان هو اللي سرق او ابن يوسف، لو متاكد بجد اتشرط، ده حقك يا كمال. امال مين اللي سرقني؟ ام الله يرحمها مثلا طلعت من التربه وسرقتني؟ هو شرط واحد مفيش غيره، يعترف بوحيد ويقول ان هو ابنه ويكتب الكلام ده في ورق رسمي، والا ورحمه امي لا هرفع عليه قضيه بالشيك. ولادك دول عصابه يا حاج. العيال دي من جواها كده ملانين غل، ملانين حقد. والله عندك حق يا يوسف، بس احنا لازم نكون معلمين ونتعامل مع العالم السوي دي بالراحه. خليهم هم يغرزوا في الطين كده حته في حته. بالك انت يا حاج،
العيال دي حظها حلو ان انا مش فايق لها. يا سلام يا يوسف، ومن سمعك والله انا كمان مش فايق لهم. اسمعني بقى. نعم حاج. انا يا ابني عايزك تصفرني يومين كده. صفرك يعني عايزني افسحك يعني؟ تفسحني يا دي غشيمة انت. انا عايز افك عن نفسي يومين، عايزك تهربني من الست دلال وزن امه دلال. على فين يا اسد؟ يا سلام يا جميل، حلو قوي. انت عايزني اقول لك؟ لا ان شاء الله مش هقول لك غير وانت بتوصلني. ما هو اللي اتلسع من الشوربه فوق في الزبادي يا اسد. اسم الله عليك يا ابن الاسد. بقول يا حاج، هو حضرتك هتعمل ايه في موضوع السفريه ده؟ سفريه ازاي؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه؟ سفريه اسكندريه يا حاج، سفريه اسكندريه. اصل انا مش هينفع اسافر، وانت عارف السفريه دي مهمه، لازم انت اللي تسافر بدالي. والله فكرتني، سفريه اسكندريه. ايوه. وبعدين بقى، هو انت يا ابني مش هتعمل حاجه؟ انت هتفضل عايش بتاكل في قته محلوله كده؟ اتعلموا المسؤوليه بقى. لا اله الا الله، كل حاجه فوق دماغي انا. ما يصحش كده، انا كبرت. معلش هعمل ايه بقى؟ ربنا يعيني. خلاص ربنا يقويني واسافر انا المره دي، بس اعمل حسابك المره الجايه انت اللي هتسافر. حاضر يا حاج، حاضر، تحت امرك. سفريتي دي يا حاج. سفريه مهمه تبع الشغل. رايح العين السخنة 3 أيام، عندي لك مصلحة. هي اسكندرية ولا العين السخنة، ولا أنا اللي باين لي سخنة ولا إيه؟ طب بقول يا حاج بالإذن، أنا بقى عشان أنا رايح السفرية بتاعت المحلة اللي أنت عارفها. السلام عليكم. محلة يا أخويا، الواد عنده حق. جرائم ودلال، جرائم ودلال. إلا اسكندرية والعين السخنة، أنت هتلخبطينا ليه؟ وبعدين تفرق إيه اسكندرية بالعين السخنة؟ ما كله بحر ربنا ونافض على بعضه. لا تفرق كتير يا حاج، السخنة طريق واسكندرية طريق تاني، حدد عشان ما تتوهش. اتوه؟ طب خلي بالك انت من نفسك، ده انا تاوهك انت ومية زيك وزي امك. في دي بقى عندك حق. بقول لك ايه، ما تاخدني معاك يا حاج. خدني معاك اذا كنت مسافر، خدني معاك. الله، لا لا الا الله، جرابت انت هتشغلني يا رقاصة ولا ايه اللي خدني معاك؟ ما ينفعش، اولا ما ينفعش تسافري الطرق دي، سواء بتاع اسكندرية ولا العين السخنة، طرق كلها مطبات وانا خاف عليك. ماشي يا حاج، انت صح، بس انا سألت الدكتور وقال لي مفيش مشكلة من السفر. وبعدين بقى مدلال، ما تشوفي حل مع بنتك. ربنا يكرم ان شاء الله، بس انا هقول لها ايه؟ ما هي برضو اضرب مصلحة نفسها يا حاج. طب بقول لكم ايه، انا مسافر يعني مسافر، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يشرب من البحر. اكتر مره صرفت فيها فلوس في حياتي. كل يوم من ده حياتي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا. هخش بقى اجهز لك العشاء. بقول لك ايه، تعالي بقى العشاء بقى، بتاعتي هتعملي فيها طباخه. تعالي. لا بقول لك ايه، ما تقوليش انك مش جعان. تعالي بس اقعد. تعالي. ايه في ايه؟ بقولك ايه، ايه رايك نضرب لنا يومين في شرم زي زمان؟ شفت يا برنس، اديك ابتديت ترجع زي زمان. برنس ماشي، بس هنسافر بالعربيه ومش عايز جنس مخلوق يعرف. ايوه بس انا هقول لنوها. لا اهو نوها دي بالذات بقى ما تقوليلهاش. ليه؟ ليه ايه؟ ما هي نوها دي لو عرفت هتقول لإيهاب، وانا لسه قايلك ان انا مش هعرف حد. حاجه غريبه قوي، مش عايز حد يعرف وعايز تسافر بالعربيه، رغم ان احنا متعودين نسافر بالطياره. ايه الجديد يعني؟ جديد ايه؟ ما انت ناسي انا خاطب بنت مين. وهتقول بقى لخطيبتك وابوها ايه على بطني؟ اهو لما يحصل، لما يحصل يبقى حلها حلال. خلصنا بقى. هو انت ليه كلامك مش مريحني؟ حاسه ان في حاجه بتخوف. عشان ما بتسمعيش الكلام. اللي هو ايه؟ خلصينا من قصة الحمل ده يا بنت الناس، ما بقاش دمك تقيل بقى يا شوشو. تاني يا يوسف؟ طب انا مش هسافر معاك. خلاص بلاها سافر،
وخلي بقى مهلة التفكير ممدودة. ها طب خلاص خلاص ما تزعلش نفسك. ما تزعلش نفسي يا شوش، أنا دماغي مليانة مليون حاجة، عايز أفضي دماغي شوية. معلش ساتر عليك. بقولك إيه، خش اعملي فنجان قهوة على السريع. يلا زكي، صلت فين الوقت؟ طب انا نص ساعة قدامك. ماشي سلام. بقولك السفرية دي مش مريحاني. طب وناوية تعملي ايه؟ هنزل شغلي طبعا، هروح الوكالة، مع ان في حاجة كده مش مفهومة، سيد مخطوف كده تايه ما هوش هنا، ويوسف مشغول، والبيت كله كده بقى مليان الغاز. وهو مروحك الوكالة هو اللي هيحل اللغز. يا بنت دوري على مصلحتك، حاجة على جوزك. ما هنا ياما مفيش حاجة قلقاني على سيد غير خطفت الرجالة. وتطلع مين خطفت الرجالة دي؟ مساء الخير. مساء الخير يا سمر. ايه يا حبيبتي عاملة ايه دلوقتي؟ خفتي؟ الحمد لله بقيت أحسن. الحمد لله. هي فين دوسة؟ تلاقيها قاعدة بتلت وتعجن في المطبخ. لو سمحتي ما تتكلميش على دوسة بالشكل ده بعد إذنك. يا أختي أخاف وكرش من دلوش، مالك يا أختي فزعتي فيا قوي كده؟ ياما ياما مش كده بالراحة. معلش يا سمر، هي طريقة كلامها كده ما تقصدش. حصل خير مفيش حاجة بعد إذنك. طب بقولك إيه، عايزاكي معلش ياما سيبيني مع سمر شوية. ما شفتش بنت تخبي سرها على أمها، أنا داخلة أعمل لي سندوتش. بقولك إيه، عايزاكي بقى تردي لي الخدمة، وهو أبوكي لحد دلوقتي معرفش حاجة عن السفرية بتاعتك. لحد دلوقتي؟ وهو أنت ناوية تقولي له حاجة؟ لا طبعا، أنا قد كلمتي وزي ما وعدتك، بس يا سمر أنا محتاجالك. طب اموريني عايزه ايه؟ بصي بقى، عايزاكي تكلمي لقاء كده تعرفي لي كل اخبارها، تعرفي بتفكر في ايه، بتخطط لايه. وانت عايزه تعرفي الحاجات دي كلها ليه؟ قال انا منها دي خطفت رجاله، وبعدين الصنف ده يا سمر انا عارفاه كويس. لا انا اسفه، انا ممكن اعمل لك اللي انت عايزاه، لكن اتجسس على حد دي حاجه انا فعلا ما اقدرش اعملها. كده يا سمر ماشي، متشكره قوي، انا هتصرف. لازم تتناقش كتير، ما تركب واخلص. بس يعني اشمعنى يعني خليتني قبلك هنا؟ ما تركب بقى. طيب ماشي يا برنس. نخش في الموضوع على طول عشان ما اخدش من وقت حضرتك كتير. شكرا. الفايل ده فيه شيك ب 2 مليون، وفيه الورقه بتاعه البنك اللي فيها رفض الشيك. انا عايز ارفع قضيه علشان اخد الفلوس دي. هو صاحب الشيك رصيده في البنك ما كانش كفاية؟ لا، صاحب الشيك رفض ان انا اصرف الفلوس. سيد الدقاق مش ده المستورد الكبير؟ وفي نفس الوقت حضرتك يبقى ابويا، يعني عنده فلوس تغطي قيمة الشيك؟ اكيد. والإمضاء بتاعته سليمة؟ عظيم جدا. مبدئيا هتعمل لي توكيل عام رسمي في الشهر العقاري وهتجيبه لي، وانا ان شاء الله من بكره هبتدي اتخذ الاجراءات القانونيه في رفع الدعوه. طب وبالنسبه للاعتاب حضرتك قد ايه؟ القضيه اللي احنا نرفعها دي اسمها جنحه شيك بدون رصيد، فيها شقين، شق جنائي وشق مدني، وانا باخد نسبه من قيمه الشيك. كام يعني؟ 30%، ودي نسبه ثابته متعارف عليها عند كل المحامين. اللي تشوفه حضرتك. خلاص ما دام اتفقنا، أنا بحب لعب خصمي صح. عايزك بقى تحكي لي الموضوع كله من الأول، وما تسيبش ولا تفصيلة صغيرة، لأن ممكن تكون حاجة شايفها أنت مش مهمة، وهي بالنسبة لي مفتاح القضية. ويا عيش بيه، وسعادتك جايبنا الحتة المقطوعة دي ليه؟ يعني أنا استأمنتك واديتك سري ووثقت فيك، وبعدين تخن يا زكي، تخن انا يا زكي. تعمل ايه يا برنس؟ اصل يوسف بيه هقتلك وهرميك هنا عشان تبقى كلب وراح. ليه يا باشا؟ ليه تقتلني ليه وتوسخ ايدك؟ شوف ساعتك عايز تعرف ايه وانا اقول لك كل اللي انت عايز تعرفه. اخر واحد، اخر واحد كنت افكر انه يبيعني. ارجوك ارجوك يا باشا ابوس ايدك. شيل شيل، خليك شجاع. منين؟
خليني شو قاعمل إيه نساعدتك أبو سيدك. اديني فرصة، فرصة واحدة بس يا باشا. اديك فرصة ولو غلطت تاني مش هيكفيني سجنك، هتخش السجن بالسلامة وانت خارج منه بألف سلامة هتتقتل. لا باشا، هو تقتل ليه؟ سعادتك شوف عايزني اقولك ايه وانا اقولك ايه. علاقتك بدلال؟ وازاي سرقت لها الفلوس؟ ازاي؟ انا هقول لسعادتك على كل حاجة بالتفصيل يا باشا. الله سيد، ازيك عامل ايه؟ اهلا بيكي. ايه اللي جابك هنا؟ ما انا نازل هنا في اللوكاندا. انت طبعا نازله انت كمان في اللوكاندا؟ اه فعلا. طب المدام فين؟ مدام ايه؟ ولا مفيش، انا هنا لوحدي. لا والله. طيب معلش بقى انا مضطر استاذن لحسن، لو المدام عرفت ان احنا مع بعض ممكن تزعل. استني بس بقى مدام بلا بتاع، انا جيت هنا من قلقي عليكي بصراحه. انا ما اضمنش الراجل الجد ده ممكن يزق حد عليكي يأذيكي. لا بجد يا حاج، انا مش مصدقه ان انت خايف عليا. يا سلام، وان ما كنتش اخاف عليك يا. اخاف على مين؟ ده انا اخاف عليك من الهوا الطاير. انت بتخاف عليا بجد للدرجه دي؟ للدرجه دي واكتر من الدرجه دي. عارفه انت لو سمعتي قلبي مش هتلاقيه بيدق زي بقيه الناس، هتلاقيه بيلق لقه 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 كده. طب بقول لك ايه، ما بدل ما يلق ويتعبك تعالى نقعد نشرب حاجه مع بعض. تعالى. صحيح يا يوسف بيه، هو انت كنت ناوي تقتلني امبارح؟ امال ايه؟ ده انت لحقتني على اخر لحظه. بقول لك ايه؟ دلوقتي دلال ما تعرفش اني عرفت، فانا عايزك تشغل مخك الجهنمي ده وتعمل لي فيلم هندي من بتوعك اطمنها واغريها، وقت التنفيذ هبقول لك تعمل ايه. ايوه يعني ساعتك بقى ابتدي انا امخمخ واخطط. بروقان، المهم ان احنا ما نهملش شغلنا. تمام يا برنس. وعلى فكرة شيطانك ده لو وزك تاني انا هقطع رقبتك دي يا زكي. اه يا يوسف بيه، انت مش عايز تنسى الحكاية دي؟ ما انت خلاص. انا بقولش. الو، ايوه يا حاج، قابلتها؟ طب تمام، هنيالك يا سيدي. بقولك ايه، انا عايزك تفتحها في موضوع الزفت ده. ايوه اللي اسمه كمال ده. ماشي 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 يا حاج، ما تغيبش بقى لحسن ابعت لك دلال. صوري انا دلوقتي متاكد ان امي ربنا يرحمها دعت لي ان ربنا ينور حياتي بست تنور الدنيا كلها. طب وهو ربنا استجاب لدعاه وبعت لك ست زي القمر؟ ليه يا مين دي؟ مراتك. هو انت متجوز كام واحده يا حاج؟ يوه، انت قصدك على دلال يعني؟ لا لا، أنا قصدي على ست تانية، ست غير بقية البشر. الله، إيه الجمال ده يا سيد؟ أنا أول مرة أعرف إنك شاعر. يا ست أنت جمالك ينطق الحجر مش البشر. مش عايز أنا أبقى شاعر. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. بس المهم إن أنا حاسة إن أنت عايز تقول حاجة وفي حاجة مضايقاك وعمال تخبي عليا. أنا ما أقدرش أخبي عليك حاجة. طب يلا قول لي إيه اللي مضايقك بقى. أهو أنت كده ناصحة فعلاً. أنا فعلاً متضايق. طب في إيه؟ طمني. اللي مضايقني الواد كمان. ليه يعني؟ تصوري الواد كمال ده ينصب عليا. إزاي؟ مش فاهم. لعب عليا لعبة ملهاش لازمة يعني. طب هو إيه مصلحته في كده؟ يعني أنتِ ما تعرفيش؟ وأنا هعرف منين بس يا حاج؟ أنا كان متهيألي إنك عارفة كل حاجة وبيقول لك يعني. كمال صديق وانا بحترمه قوي، هو انسان عزيز عليا. طب كويس ان انتوا صحاب، عشان كده انا نفسي تقولي له انه يرجع لي الشيك، والا هعمل فيه اللي ما يقدرش يحلم ولا يفكر انه ممكن يتعمل فيه وفي اهله. حاضر يا حاج، هبلغه. بس الكلام ده اذا رد عليا. هيرد عليك ان شاء الله، وهتعرفي تعقليه. وعلى كل حال لو عملتيها لي وخلصتيني من الواد الزفت ده هيبقى لك عندي مفاجأة كبيرة جداً.
مفاجأة إيه؟ وأنا لو قلت لك هتبقى مفاجأة إزاي بقى؟ يا خوفي منك ومن مفاجآتك. يا فرحتي أنا بيكي. خير؟ ده إنذار من المحكمة بالحضور. حضرتك اللي هتستلمه؟ إن شاء الله. لو سمحت. حاضر. تفضل. سلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك تقرب للحاج سيد الدقاق؟ انا مراته. خير؟ طب لو سمحت مديلي على الانذار ده. انذار ايه؟ الحق يا وحيد، دي قضيه من طرف ابنه كمال سيد الدقاق. امضيلك فين يا حاج؟ اتفضلي حضرتك مديلها. شكرا. العفو. سلام عليكم. انا كنت عارف ان كمال دماغه ناشفه ومش هيسيب حقه. يسيب ايه يا اخي وقرف ايه؟ ما هو الحاج اداله فلوسه وخلاص، اللي بقى يخليه يروح يزور شيك ويضحك عليه. كمال مش بيضحك عليه، هم سرقوا فلوسه وهو عمل احتياطي لكده واللي حسبه لقاه. وانت ايه بقى اللي مخليك كده يا فزلوك يا وحيد عصرك واوانك متاكد ان الحاج او يوسف هما اللي سرقوه؟ او الاتنين مع بعض. بقول لك ايه، ما تلم لسانك وتروح تشوف شغلك احسن لك. ما انا لمو على الاخر. طب روح يا وحيد. وعد وقولي الحد اللي انا قلته ده. ايه خايف؟ يعني محضر في الوكاله ومحضر في الفيلا. سبحان الله اللي بيعمله الواد ده. ايه ده بس يا حاج؟ ايه ده؟ مش كده؟ الله، اهدى ازاي وانا ورايا واحد زفت زي ده؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا هكلم المحامي. لا سيبك من المحامي ده، ده الراجل المحامي بتاعك ده بالكتير يترافع في مخالفه بتاع واحد رمت ماء وسخ على ناس ماشيه في الشارع. لا استنى، انا هستنى اما اشوف لقى هتوصل لايه. لقاء؟ الله، انت لحقت تجندها يا حاج. لقاء؟ وحشتني قوي، قلت اجي اطمن عليك وحنن قلبك عليا شويه. انت كويس؟ ايه مش هتقولي اتفضلي؟ اتفضلي. عامله ايه؟ بتشربي حاجه؟ بموت فيك بقى. الله، انا مش هينفع اعيش من غيرك تاني. انا نفسيتي تعبانه قوي يا لقاء. انا جنبك يا حبيبي. قولي انت مالك، سيب لي نفسك وانا هساعدك. سيد الدقاق؟ سيد الدقاق على فكرة مش أكتر من حماية ومشروع شغل، ولو أنت مش عايزه يمشي أنا كمان مش عايزه يمشي، بس الراجل ختم في صباعي، يعني ممكن أساعدك بأي حاجة. من فضلك ما تدخليش نفسك بينا. حاضر، بس بشرط. بص في عينيا يا كمال، بص في عينيا وقولي إنك مش عايزني، ولو قلتها وحياتك عندي ما هتشوفني تاني. ما أقدرش أقول كده طبعا. يبقى انت بتحبني؟ قولها بقى يا اخي قول. تشربي شاي؟ نشرب شاي. سيد فين يا فرح؟ مش موجود. استاذ يوسف تعالى بسرعه، مرات الحاج سيد هنا بسرعه عشان دخلت مكتب الحاج. انا رفعت القضيه خلاص ومش خايف. طب ما تخليني احاول احلها لك. وانتي دول قريبين من الحزب قوي ومعاهم بلطجيه البلد كلها، انا خايفه عليك. لو حسيت باي غدر هقتلهم هما الاثنين، ما بقتش تفرق معايا.
اللي كنت بخاف عليها خلاص الله يرحمها. اخس عليك يا كمال؟ يعني ما بتخافش عليا؟ ده انت لو جرى لك حاجه انا اموت بعد الشر. طبعا بخاف عليكي، بس غصب عني لما بسمع سيرتهم دمي بيفور. طب اهدى، ولو بتحبني بجد اسمع كلام. اسمع. روح اقعد معاهم في الفيلا، اتعامل معاهم ببساطه عادي، يعني خليك قريب منهم. اشمعنى؟ عشان انا بتهيالي ان انت لو كنت قريب عمرهم ما يفكروا يأذوك. فكر يا كمال. كده في درج المكتب ولا في دوسيه من دول اللي انت عماله تقلبي فيهم؟ يمكن تلاقيه. انا بس بدور على اي دليل يعرفني مكانه فين. طب ما تكلميه عن محمود. كلمته وما بيردش عليا من امبارح يا اخي. ده انا حتى ما عارفه هو ميت ولا عايش. لا لا عايش عايش، ده لسه مكلمني الصبح. مكلمك وقال لك ايه؟ لا 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 لا، نزلي ايدك الجاكيت كده. ايه يقول لي؟ ايه يعني؟ مكالمه عاديه بيسالني على حاجات في الشغل. وقال لك هو فين بقى؟ تصدقي انت لو شغلتي مخك حبه صغننين كده تعرفي ان انت في خطر جامد يا دلال. خطر؟ خطر ايه يا يوسف؟ ومن مين؟ معقول يا دلال؟ ده انا فاهم ان انت انصح من كده يا حبيبتي. انا فاهم انك انصح من كده. عايز انا اقول لك خطر من مين؟ طب تصدقي زعلت، والله العظيم زعلت. اتفضل يا حاج جاد. اتفضل. بس اسمح لي معلش، انا في حاجه مش فاهمها عايز اسالك عليها. ايه سر اهتمامك بموضوع الجرنان الجديد ده؟ هقول لك. شوف يا ايهاب، انا من ساعه حفله الوزير وانا حاطك في دماغي، مش ناسيك ابدا. عشان عرفت واتاكدت انك من الصحفيين النضاف اللي بيهمهم قوي مصلحه البلد. شاكرين يا حاج جاد على المجامله الحلوه دي. لا يا هاب، انا ما بحبش اجامل خالص في حياتي. انا بس عرفت بطريقتي كده انك داخل شريك مع واحد في جورنال، فقلت اعرض عليك اتفاق. اتفاق ايه بقى؟ انا عرفت انك مطلوب منك نص مليون جنيه. ايه رايك بقى لما ادخل انا شريك من المبلغ ده؟ من الاول ما اعرفش انت عرفت منين حكايه النص مليون دي، بس ايا كان يعني انت هتستفيد ايه يا حاج جاد وانت عارف ان الصحافه ما بتكسبش زي التجاره؟ لا انا مستفيد حاجات كتير جدا يا هاب. انا كل سنه بصرف الشيء الفلاني ملايين على الاعلانات في الجرايد والمجلات، فلما يكون عندي جريده اكيد مش هدفع المبلغ ده كله. تاني حاجه يا هاب، هيكون عندي مكان اقدر انصف منه التجار الغلابه اللي زيي، اللي بيروحوا يجيبوا تجاره نظيفه وبيركنوها عندهم في المخازن وبتبور وبيخسروا، وفي الوقت نفسه أكشف التجار بقى اللي بيروحوا يجيبوا الفرز الرابع اللي مغرقين السوق. وأكيد هاب انت عارفهم كويس قوي. ماشي يا حاج، خلينا أحدد ميعاد مع الأستاذ منصور نقعد ونتفق. جوزي فين يا لقاء؟ أهي دلال، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ مالك في حاجة؟ في إن جوزي هيضيع مني. هيضيع منك؟ ليه؟ ايه اللي حصل بينكم؟ ما حصلش حاجة، بس لسه هيحصل. هدي اعصابك شوية دلال، ما تجيش على نفسك قوي كده حبيبتي. اجيب لك حاجة يا نونة تشربيها تهدي اعصابك بيها؟ انا اعصابي هادية. ممكن تبعدي عن جوزي؟ على فكرة بقى، انت اللي في دماغي ده غلط. طب عرفيني بقى انت الصح. دلال، انت جاية تتخانقي معايا هنا في مكاني، عيب. تقدري تقولي لي اخر مرة شفتيه امتى؟ عموما يا بيبي انا مش مطلوب مني اجاوب على سؤالك عشان ما عندكيش اجابه عليه. انا مش فاهمه انت مستفيده ايه من اللي انت بتعمليه ده. كنت متجوزه راجل كبير، سبتيه عشان تتجوزي راجل اكبر منه؟ ايه، بتصلحي غلطه بغلطه؟ حبيبتي لو جوزي من حد كبير غلطه يبقى انت اكيد غلطانه برضه. لاخر مره يا لقاء، ابعدي عن جوزي يا اما وشرفي ما هسيبي خير وانتي غرقانه في دمك. ده انتي بتهدديني بقى. بهددك، وشوفي بقى دلال قد كلمتها ولا لا.
الحاج سعيد. أنا كويسة. مراتك كانت عندي في المحل دلوقتي وجاية تهددني. أيوة دلال، هو في غيرها؟ هددتني إني لو ما بعدتش عنك هتقتلني. بص بقى يا حاج، لحد كده وكفاية. أنت لو ما خدتليش حقي المكالمة دي هتبقى آخر معرفتنا ببعض، أوكي؟ سوري، لسه زعلانة منك. يا حبيبتي غصب عني. اليومين دول الشغل كله على دماغي وعندي مشاكل ياما. الحاج كبر خلاص، كل حاجة أنا اللي شايلها على دماغي. مش مبرر يا يوسف إني عايزة أشوفك. حبيبي أنا لازم أعرفك أكتر. يا حبيبتي أنا قدامك أهو. أنا قدامك أهو. ده أنا كلي ليك يا باشا، كلي ليك. أهو شفتي؟ لسه بنتكلم أهو. أي يا حاج؟ ها؟ لا لا أنا مع نادة بنتغدى. ها؟ بيسلم عليك الحاج، بيسلم عليك. سلم لي عليه قوي. بيسلم عليك كتير يا حاج. ها؟ إيه بالراحة بس بالراحة. طب وهي شافتها إمتى؟ راحت لها المحل. ماشي. ماشي يا حاج. طب اهدى بس انت. طب انت مراح امتى؟ مراح بكره؟ ليه كده؟ طب ماشي ماشي براحتك. ماشي يا حاج، انا هتصرف. انا ماشي. سلام يا حاج. سلام. ماله انكل؟ انكل ايه بس؟ الدنيا عماله تتكربس على دماغي بسببه. واحد نفسه بقى يبقى عنده الشركه بتاعته، شغله وحر ماله، كل المشاكل دي تتزحمل على رجله. يلا حبيبتي بسم الله بسم الله. انت بتعملي ايه يا جن؟ انا قلت اساعدك يعني. طب ما انا طول عمري بغسل العربيات لوحدي. لا ما انا قلت اساعدك بقى المره دي. بس انت هدومك هتتبل من الميه. هاتي الفوطه. لا سيبي الفوطه يا واحد. هاتي الفوطه. لا يا واحد سيبي الفوطه. طب انت تجهزتي الغدا؟ لا لسه. طب ازاي فاضيه وانت ما جهزتيش الغدا؟ ما انا قلت اجي اشقر عليك الاول. جنى هو انت؟ جنى تعالي طلعي الحاجات اللي في العربيه دي فوق. فوق فين؟ في اوضه حضرتك؟ امال هكون فين يعني؟ في اوضتي طبعا. لا يعني لا مؤاخذه ما ينفعش. الله الله، يعني ايه ما ينفعش؟ يعني الصراحه يعني الست ام دلال وسي وحيد يعني ايه بيتضايق. ست ام دلال وسي وحيد فكده. خليك انت. انا هجيلك على طول. انا شكلي كده قريب قوي هتقدم بطلب عاجل لاحمد نظيف يعمل صومعه زي دي في مجلس الوزراء. طب وعلى ايه اللفه دي يا باشا؟ ما يشرفنا هنا. على رايك. انما انا سعاده الباشا حاسس ان انا قلقان اليومين دول على سعادتك في الحزب والحاجات دي. من ناحية ايه بقى؟ الشلة ياها يعني اللي اتلمت على الباشا الصغير وبدأوا بقى يتقطقوا كده، يعني القوالب نامت والرصاص قامت عدم المؤاخذة. ما تخافش عليا يا سيد، انا عامل حسابي كويس قوي. ربنا يبارك فيك يا سعادة الباشا. اسمع يا سيد، انا عايزك تتقل جيبك كويس قوي. في منجم ذهب قديم من ايام الفراعنة.
لسه بخيره وهيتعرض قريب قوي. انا عايزك تاخده عشان اللعب بقى يبقى على مستوى دولي. الله 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 عليك يا ابو الدهب يا باشا يا جميل، انت ربنا يخليك لينا. انا سايق حاجه معايا. ايه ده؟ ده انا سامع صوت الحاج جاد، الظاهر عامل لنا مفاجاه ولا ايه؟ انا قلت له يجي يسهر معانا الليله دي. السلام عليكم. سلام يا ابو رعد. الله انا عجاد. اهلا مع الوزير. ازيك يا جاد؟ ربنا يطمن عليك. ازاي معاك؟ اهلا اهلا يا حاج جاد، منور الدنيا. منور الدنيا ده سيادتك اللي منور، القعده منوره باصحابها. ربنا يبارك فيك. طمني، مش مبسوط ليه بقى يا جاد؟ لا سعاده الباشا ملوش لازمه تفتح معاه مواضيع، كفايه اللي هو فيه. لا يا حاج سيد، ياما دقت على راس طبول. انتوا بتتكلموا على ايه يا سيد؟ ملوش لازمه يا باشا، مفيش داعي اقلب عليه المواجع. حاج سيد النسوان كتير بس فين النفس؟ بس كان نفسي بقى في الحقيقه يعني انا اختم حياتي بماتش اعتزال يكسر الدنيا، بس واضح كده ان انا هفضل قاعد على الدكه. انت على الدكه على طول يا حاج. في واحد ظابط بره بيسال على حضرتك. ظابط؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. اتفضل سعادتك. استدعى الامن الدولي. استدعى ايه؟ ما هم سبقوا وحققوا في الحكايه بتاعتي انا وابني دي واثبتوا ان احنا براءه. بس اللي استدعى ده باسم سيد الدقاق وبنت سمر سيد الدقاق. وبنت سيد الدقاق. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا بزيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا بزيارة ضيوف وبكرة مروحين. ولما العمر قطره يفوت ما حدته لحتى قرش ابيض، ومهما نعيش مصيرنا نموت يا اسود يا ابني بقى يا ابيض. ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جوه. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. مصر على عنده ورأيه رقم واحد عنده، هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده. يا خلق الرحمة مطلوبة بدل ارزاقنا محسوبة، لكله باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة. ولما العمر قطره يفوت ما حطه لحتى قرش ابيض، ومهما نعيش وصرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض. ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جوه. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين.